بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الطبيبة سمر مصطفى، مدرس مساعد الكيمياء الحيوية الطبية بكيمياء حيوية طبية. النهاردة هنقدم السكشن الخاص بالبايوكيمستري كوريكولوم في الماسكولوستر سكيليتال بلوك، كالسيوم والبون ميتابوليزم. يهمنا نعرف ان البون ده عبارة عن كونكتيف، وان اوف ذا كونكتيف تيشو. البون بيتكون من تو بارت، في السيلولار بارت والبون ماتريكس. البون كفانكشن مهم جدا ان احنا نفهم كفانكشن ونعرف الكومبوزيشن بتاعه، لانه the most important mechanical support in the body، هو اللي بيدينا الشكل بتاعنا اللي احنا عليه. هو اللي بيعمل بروتكشن في some parts زي البرين، بيعمل بروتكشن للبرين، بيعمل بروتكشن للهارت. تمام. هو ليه رول في الهيموبايوتيك فانكشن في الادلت، في الادلت بيرسون. والبون سيرف از ريزرفوار اوف كالسيوم which is important mineral in the body. طيب عايزين نعرف ايه هو البارتس بتاعت البون. عندنا السيلولار بارت، وده بيعتبر الليتل، والبون ماتريكس وهو ده المين. السيلولار بارت فيه 3 تايب اوف سيل: الاوستيوبلاست والاوستيوسايت والاوستيوكلاست. الاوستيوبلاست دي هي المسؤوله عن الفورميشن اوف نيو بون. هي السيل دي بتديني الماتريكس، تمام، بتديني هي بتعمل سكريشن للبروتوجلايكانز والاوستيوكالسين والاوستيونكتين والاذر تايبس اوف بروتين. بتعتبر اندر كنترول اوف فيتامين دي، تعتبر under control of vitamin D. الاوستيوسايت، ودي اللي هي جايه من الاوستيوبلاست اساسا. الاوستيوبلاست يا اما بتبقى complete انها تعمل formation، يا اما بيحصل لها more differentiation وتبقى الاوستيوسايت، تبقى mature bone cell. ودي بتبقى surrounded بالبون ماتريكس، تمام، بتبقى في خليه وتبقى surrounded كده بالبون ماتريكس، والسيلز بتبقى عباره عن connection، بيحصل لها connection مع بعض عن طريق اذرع بتطلع من كل خليه. في بقى الاوستيوكلاست، ودي لارج مالتي نيوكليتد سيل، ودي جايه من الفيوجن اوف مونوسايت. دي الفانكشن بتاعتها بتعمل ريزوربشن اوف ذا بون، هي المسؤوله عن ريزوربشن و اند ريمودلنج. البون بتاعنا اندر ريمودلنج فورميشن اند ريمودلنج افري تايم، تمام، فهو اندر اكشن من الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست بالتداوم. طيب الماتريكس بتاعنا بتاع البون هو 67% inorganic in the form of hydroxy apatite، وده عبارة عن مركب من الكالسيوم والفوسفورس والهيدروكسي هيدروكسي جروب. بيبقى فيه الريزرفوار بتاع الكالسيوم والفوسفورس في البون اللي هو الهيدروكسي ابيتيت، و33% اورجانيك، 28% تايب 1 كولاجين، تمام، و5% عباره عن اذر بروتين سيكريتد باي الاوستيوبلاست اللي هي الاوستيونكتين والسيال بروتين والفوسفوبروتين والاوستيونكتين والبون سبيسيفيك بروتين. البون في الصوره اللي احنا فيها ده مش ما ينفعش بس نعتمد على ان الاوستيوبلاست تطلع البروتينات دي بس، لازم يحصل كالسيفيكيشن ومينراليزيشن، لان هو ده اللي بيدي القوه الريجيديتي بتاعت البون، وده بيحتاج عنصرين رئيسيين هو الكالسيوم والفوسفين. المينراليزيشن بتعتمد على وجود فيتامين دي، هو اللي بيعمل ديبوزيشن للكالسيوم والفوسفورس ملي في البون. طيب الالكالين فوسفاتيز ده انزيم بيطلع من الاوستيوبلاست، والاوستيونكتين بيليهم رول مهم جدا في الفورميشن بتاع البون، وبيعتبر انديكيتور للاكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست. انا عايزه اعرف الاوستيوبلاست شغاله بكفاءه، الاكشن بتاعها كويس، بقى اشوف الالكالين فوسفاتيز اكشن. اضافه لو انا شاكك ان في اوفر اكتيفيتي للاوستيوبلاست او في اوفر بون فورميشن، فانا بشوف الالكالين فوسفاتيز ليفل. 99% من الكالسيوم بتاعنا موجود في البون. احنا الكالسيوم بتاعنا تقريبا في البادي من 1 لـ 1.5 كيلو، 99% موجود في البون، وده مهم، بيعمل ك اللي هو كفي موجود في صوره الهيدروكسي ابيتيت اللي احنا قلنا عليه، ويعمل في نفس الوقت كريزرفوار. ففي حاله احتياج الكالسيوم، لو اللي فيها البني ادم عنده هايبوكالسيميا، ففي حاله الاحتياج يعمل كريزرفوار اسحب منه في وقت الحاجه. طيب الواحد في المية الباقيين من الكالسيوم موجودين في الاذر بادي فلويد. 10% بيقول لك 10% of the total adult bone mass turn over each year during the remodeling process. البون زي ما قلنا under remodeling، يعني مش ثابت، في كل وقت بيحصل formation and resorption. formation and resorption 10% من التوتال كل سنة بيحصل له remodeling. ده المفروض ان during the growth في النمو بتاعنا الformation more than resorption، وفي حالة
ادلت بيرسون او بتبقى حاله متساويه، ان الجروث في حالتنا كادلت بيبقى ريزوربشن الفورميشن اند ريزوربشن، لانك مش محتاج ان الانسان خلاص هيطول تاني او هيكبر تاني. بعد كده بقى في الايجنج بروسيس مع الانسان بيكبر بيحصل بقى ان الريزوربشن بيبقى اعلى من الفورميشن، وعشان كده يبدا الانسان نبدا في عمليات الايجنج بروسيس تظهر عليه انه يقصر شويه، البون ماس بتاعته بتقل شويه. الكالسيوم والفوسفورس العنصرين المهمين اللي عندي مترابطين جدا مع بعض، لدرجة ان في علماء اوجدوا معادلة وقالوا ان الكالسيوم في الفوسفورس كونستنت، الكالسيوم في الفوسفورس كونستنت، بمعنى ان لو الكالسيوم عالي الفوسفورس هيقل، ولو الكالسيوم قل الفوسفورس هيعلى، لدرجة انهم مترابطين جدا مع بعض، ودي بنسميها السوليبيليتي برودكت. الفوسفورس كعنصر مهم موجود في انحاء الجسم، موجود 80% من الفوسفورس بتاعنا في البون في صورة الهيدروكسي ابيتيت اللي احنا اتكلمنا عليه، ولا 20% موجودين في الاذر بادي فلويد. الكالسيوم مقارنة هو يعتبر mostly extra cellular، اما الفوسفورس mostly intra cellular. الفوسفورس ليه اكشنز كتير جدا، هو بيدخل في حاجات كتير قوي قوي في التكوينات، بيدخل في الفوسفوبروتين، بيدخل في الدي ان اي فورميشن، بيدخل في النيوكلو في الاي تي بي والسايكليك ام بي، ويعمل كسكند ماسنجر. فالفوسفورس ليه اكشن في البودي مهمه جدا جدا. النورمال ليفل اوف كالسيوم من 9 ل 11 مللي في البلازما، من 9 ل 11 مللي جرام بالسليتر، اما في الفوسفورس فهو من 3.5 من 3 او من 3 ل 4.5 مللي جرام بالسليتر. عشان كده الكالسيوم زي ما بنقول هو موستلي اكسترا سيلولار، اما الفوسفورس مونلي انترا سيلولار. لما بنقيس الفوسفورس لازم تتاكد ان مفيش هيمولوسيس في العينه، لان احنا لما بيبقى فيه هيمولوسيس بيعلى نسبه الفوسفورس شويه في السيرم. الكالسيوم زي ما قلنا، تمام، الكالسيوم زي ما قلنا 99% من الكالسيوم موجود في البون و1% في البادي فلويد، وفي البادي فلويد وفي السيل عامه، وبيقوم بالاكشن بتاعه برضو كنوع من السكند ماسنجر، والجزء اللي بيقوم في الماسل كونتراكشن، تمام، والرول بتاعه في العمليات الحيويه. الواحد في البلازما قلنا من 9 ل 11 مللي جرام، بنقسمهم 55% بنقسمه 50% in the form of ion diffusible. بنقسم اللي قلنا حسب الصوره دي عندنا 60% بنسميه اللي هو الديفيوزابل او النون باوندد، والنون باوندد ده بنقسمه 50% ايونايزد، تمام، او فري، وده بيولوجيكالي اكتف، وده لما يقل يحصل التيتاني، يحصل الهايبوكالسيميك مانيفستيشن. في بقى كده 10% وده كومبلكسد مع حاجات ان اورجانيك زي الفوسفيت والبايكربونات والستريت، ودي بنسميه الديفيوزابل. اما ال 40% بنسميه النون ديفيوزابل او البروتين باوندد، وده باوندد موصل البروتينات موصل الالبومين، ده ان اكتف فورم ملوش ما بيقومش باكشن، تمام، لكنه بيقل مع الهايبوبروتينيميا، يعني لو حصل هايبو البومينيميا بيحصل بيقل مع الفراكشن بتاع الكالسيوم ده. طيب مهم نعرف ان الكالسيوم بتاعنا الانتيك بيساوي الاوتبوت، تمام، في حالات الجروس بحتاج ان الانتيك بتاعي بقى شويه عالي عشان في عمليات النمو بتاعت البون والعمليات الحيويه الخاصه بالجروس، لكن في النيجاتيف كالسيوم بالانس ان الاوتبوت اعلى من الانتيك، ان الانسان بيخسر اكتر بانه بياخد، تمام. طيب الكالسيوم في البودي اندر ريجوليشن، الكالسيوم في البادي اندر ريجوليشن، وفي اورجنز بتتحكم في الكالسيوم، في السكيلتون والجي اي تي تراكت والكدني، اندر ذا افكت اوف 3 هرمونز، تمام، هو الباراثايرويد هرمون والكالسيتونين والفيتامين دي. يبقى الكالسيوم بيدور في ثلاث اماكن رئيسيه، هو السكيلتون، تمام، البون بتاعنا، والجي اي تي تراكت والكدني، هما الثلاثه متحكمين في عمليه توزيع الكالسيوم، تمام، under regulation of three hormones. في ثلاث هرمونات بيوزعوا الكالسيوم ما بين دول وبيحافظوا على العمليه الحيويه بتاعته، والباراثايرويد والكالسيتونين والفيتامين دي. الفوسفورس بقى صاحب الكالسيوم،
هو mostly intracellular widely distributed في البادي 80% قلنا في البون وفي التيس وفي الجويت و20% في الاذر بادي فلويد وجوه السيلز. 80% موجودين الفوسفورس قلنا 80% موجودين in the bone وفي صورة الهيدروكسي أبيتيت و20% موجودين في الأذر بودي فلويد. نسبته في البلازما وده يهمنا من 3 ل 4.5 مللي جرام برتسليتر. بناخد بالنا من الهيموليسيس لأنه ممكن يزود الفوسفورس ليفل ان بلازما. الفوسفورس مهم في مركبات كتير قوي في البودي عندنا، بداية من الدي ان ايه تمام للنيكلوتايدز المختلفة الاي تي بي والجي تي بي تمام والسايكليك ام بي سكند ماسنجر، موجود في الفوسفوبروتين وفي الفوسفوليبيد، فهو موجود في معظم مركبات اجسادنا. هنتكلم على الهرمونز اللي بتعمل كنترول على على الكالسيوم على الكالسيوم هوموستيزس ومع الفوسفورس بالتالي، هو الباراثايرويد والكالسيتونين والفيتامين دي. اول حاجه الباراثايرويد جلاند ده هرمون سوري باراثايرويد هرمون ده هرمون بيفرز من الباراثايرويد جلاند تمام. بيفرز ايه هو الانسيدنس بتاعه، هو اللي بيخليه يطلع هو لو كالسيوم ليفل، لو كالسيوم ليفل ان بلازما، ده اللي بيخلي الباراثايرويد يخرج من الباراثايرويد جلاند. الاكشن بتاعه ان يعمل هاي كالسيوم او نورماليزيشن للكالسيوم ليفل، وايفن ممكن يعمل هايبر كالسيميا. طيب الباراثايرويد جلاند بيخرج يعني بيخرج يشتغل على ايه؟ بيشتغل اول حاجه على الكدني، بيعمل استميري، بيعمل انكريز الكالسيوم ري ابزوربشن وانكريز الفوسفيت اكسكريشن. زي ما قلنا ان الكالسيوم والفوسفورس مترابطين عن طريق ان قلنا الكالسيوم في الفوسفورس كونستانت، فبالتالي لو خدت ان هو اول ما الباراثايرويد بيزود الكالسيوم يزود الكالسيوم ري ابزوربشن ويزوده في البلاد، بالتالي لازم بنفس الوقت الفوسفيت هيبدا يحصل له اكسكريشن من الكدني تمام. وده بيبقى رابيد اكشن، ده الرابيد اكشن السريع اول حاجه بيشتغل عليها الباراثايرويد انه يشتغل على الكدني تمام. تاني اكشن ان هو يبدا يشتغل على برضه من الكدني ينشط الفيتامين دي. طب ينشطه ازاي؟ عن طريق انه بيعمل اكتيفيشن لل او انكريز ترانسكريبشن بتاع الواحد الفا هيدروكسيليز. الواحد الفا هيدروكسيليز ده انزيم المسؤول انه يحول ال 25 كل كالسيفرول ل 1 و25 كل كالسيفرول اللي هو الفيتامين دي اكتيف فورم تمام. وبالتالي لما يطلع الفيتامين دي يبدا يشتغل الاكشن بتاعه على الكدني وعلى الانتستين وعلى البول. فعلى الكدني يزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم، بس الفيتامين دي بيزود الكالسيوم والفوسفورس مع بعض تمام. يشتغل على البون في انه يعمل ري ابزوربشن اوف كالسيوم فروم بون، يعمل ريسوربشن اوف كالسيوم فروم بون تمام. يبدا ينشط الاوستيوكلاست اكشن تمام، فيطلع الكالسيوم من البون على البلاد. احنا قلنا هو ريزرفوار، فهيطلع الكالسيوم على البون من البون على البلاد. الاكشن الثالث انه بيشتغل على ال GIT يزود ال absorption of calcium from the GIT. الباراثايرويد هرمون بيشتغل الأول على الكدني كدايركت أكشن، دلوقتي أنا عايز أعلي الكالسيوم ليفل، حافظ الأول على الكدني، وبعد كده بيعمل اكتيفيشن للواحد ألفا هيدروكسيليز اللي هينشط الفيتامين دي، اللي الفيتامين دي بدوره هيزود الري absorption from kidney، هيزود ال absorption from intestine، هيعمل resorption of the calcium from the bone. الباراثايرويد ليه برضو الباراثايرويد ليه رول بتاعه على البون في ان هو بيعمل ريسوربشن اوف كالسيوم فروم بون تمام، وده لسه سلو اكشن، ده بياخد وقت شويه. بعد كده ليه رول انه بيعمل كانهبيتور او فيدباك انهبيشن على الكالسيتونين هرمون. طيب بعد كده عندنا الفيتامين دي، والفيتامين دي ده فات سولوبل فيتامين تمام. الفيتامين دي ليه كذا فورم تمام، 1 و 2 3 و 4 5، لكن احنا يهمنا فيتامين دي 2 وفيتامين دي 3. الدي 2 ده هو الارجستيرول، هو اللي بيجي من النباتات تمام، وبالالترا فايلوت بيتحول لارجوكالسيفرول. اما الفيتامين دي 3 وده بيتكون في اجساد في الانيمال في الهيومن وفي الانيمال من الكوليسترول. الكوليسترول بيتحول بيحصل له اوكسيديشن في الانتستين، بيتحول للسبعة فيتامين دي قلنا بيتصنع في بدايه عندنا فيتامين دي 3، وده اللي بيتصنع من الكوليسترول في الانتستين بتاع الانيمال والهيومن من السبعة دي الكوليسترول يحصل اوكسيديشن فيبقى 7 دي هيدرو كوليسترول. وبعد كده الفيتامين يروح للسكن، وفي السكن 7 دي بالالترا فايلت ري بيتحول ل 25 كل كالسيفرول هيدروكسي كل كالسيفرول اللي هو
بيبقى ان اكتف فورم، بيبقى الستور فورم، بيطلع على الليفر، يبقى ستورج، بيقعد من 2 ل 3 اسابيع. بعد كده في التايم اوف نيد بعمل اكتيفيشن، بيروح الكدني بانزيم اسمه 1-الفا هيدروكسيليز، بيحصل له تنشيط 1-25 هيدروكسي كل كالسيفرول، بيبقى ده الاكتيف فورم اوف فيتامين دي، وده الهاف لايف بتاعه من 4 ل 6 ساعات. اما البلاند فهو بيجي من حاجه اسمها الارجوستيرول، تمام، وبيتنشط بالالترا فايلت راي للارجوس كالسيفرول، وبرده بنفس الاكشن، تمام، بتحصل عليه انت من الدايت، بيروح الليفر بعد كده، ومن الليفر للكدني في الاكتيفيشن بتاعه. الفيتامين دي ال25 قلنا ده انها ان اكتف فورم، بس ده الموستلي ان الانديكيتور بيقيس بيه الفيتامين دي ستور في البادي، لان هو بيقعد من 2 ل 3 اسابيع كهاف لايف، لكن موستلي ما بنقيسش ال1 و25 داي هيدروكسي كل كالسيفرول. النورمال ليفل او الاوبتيمال ليفل بتاعه تو بريفنت الهايبوفيتامينوزز هو من 30 ل 100 نانو جرام بير ملي. اليومين يمكن بالرغم من ان الفيتامين دي تلتينه بيجي من الصن اكسبوجر، مش في اي وقت من اليوم بيحصل الاكسبوجر بتاعه في الوقت اللي هو قبل 10 صباحا وبعد 3 عصرا تقريبا، برغم ان احنا كدوله مشمسه، لكن الفيتامين دي ظهر منه هايبر فيتامينوزس نتيجه لان الناس بدات تقل تعرضها للشمس، فيعتبر تعرض للشمس 10 دقائق يوميا هو اهم مصدر للفيتامين دي كاوبتيمال. طب الفيتامين دي ليه اكشن تاني، دي اكشنز مهمه جدا بعيدا عن الاكشن بتاعه على الكالسيوم، فهو ليه اكشن على الاندوثي، على الانفلوس سموث ماسل تون، اندوثيليوم، كاردوميوسايت كنترول، انتروسيرال كالسيوم، كانتراسيرا كالسيوم، كامبورتنت كانتي اوكسيدنت وكنيورو بروتكتيف، تمام، وليه رول في النيورو ماسكولار ستابيليتي. طيب هو الفيتامين دي ايه الاكشن بتاعه اللي بيعمله اساسا على الكالسيوم؟ هو اول اكشن بيعمله الفيتامين دي هو بيعمل حاجه اسمها النورماليزيشن اوف كالسيوم، اوف بلاد كالسيوم ليفل. يبقى الفيتامين دي اهم عنصر ليه او اهم رول ليه انه يعمل نورماليزيشن للكالسيوم ليفل في البلاد، ده اول اكشن. لو حصل هايبوكالسيميا بيبدأ الفيتامين دي يتنشط، تمام، عن طريق يتنشط. طب مين بيساعد في تنشيطه؟ الباراثايرويد. الباراثايرويد تنشط 1 الفا هيدروكسيليز، فيبدأ الفيتامين دي ال 25 هيدروكسي كل كالسيفرول يتحرك من الليفر للكيدني يحصل تنشيط، ويبدأ الفيتامين دي الاكشن بتاعه على 3 اماكن. قلنا المكان الاول على الجي اي تي، في الجي اي تي بيزود الاكسبريشن بتاع الكالسيوم تشانل عشان يزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم، بيزود بروتين اسمه الكالبندين، وده بروتين بيعمل اتاتشنج الكالسيوم ويزود الابزوربشن بتاعه للبلط. يبقى اول حاجه بيزود الابزوربشن، بس مش بس بيزود الابزوربشن في كالسيوم، بيزود الابزوربشن في فوسفورس معاه. طيب الاكشن الثاني على الكيدني، وانه بيزود الري ابزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفورس فروم كيدني، وبالتالي بيحافظ عليهم جوه البلط اكبر قدر ممكن. في ثالث حاجه انه ليه اثر على البون، بيزود الريزوربشن اكشن. فيتامين دي بينشط، بيدي ستيمولاس للاوستيوبلاست عشان تنشط بروتين اسمه الرانك ليجند. الرانك ليجند ده بيروح عشان يمسك في ريسبتور اسمه الرانك ريسبتور موجود على الاوستيوكلاست، ينشط الاوستيوكلاست عشان تعمل ريزوربشن اوف بون فتطلع الكالسيوم والفوسفورس. يبقى الفيتامين دي بيقوم بالاكشن على البون عن طريق ان هو بينشط بروتين معين بيطلع من الاوستيوبلاست عشان يعمل اكتيفيشن للاوستيوكلاست، فالاوستيوكلاست بدورها تطلع تعمل ريزوربشن اوف بون فتطلع الكالسيوم والفوسفورس للبلد. كده يبدا يعمل نورماليزيشن للاكشن، نورماليزيشن اوف كالسيوم ليفل في البلد. وانس انه عمل نورماليزيشن ووصلنا النورمال ليفل بتاعنا اللي هو من 9 ل 11 مللي جرام بالسيليدا وحافظنا عليه، يبدا يقوم بالاكشن اللي بعده وهو مينراليزيشن اوف بون. يبقى اول حاجه لازم فيتامين دي يعمل ايه؟ مينرال، يعمل نورماليزيشن اوف كالسيوم ليفل ان بلاد، اهم حاجه. بعد كده وانس خلاص وصلنا للنورمال ليفل والدنيا تمام، اعمل مينراليزيشن اوف بون. طب والمينراليزيشن عن طريق بينشط الاوستيوبلاست اكشن، تطلع البروتينز، تمام، وتطلع لنا التايب 1 كولاجين اللي احنا اللي هو الماتريكس اللي اتكلمنا عليها، بيزود الكالسيفيكيشن اوف بون عن طريق انه يعمل ديبوزيشن للكالسيوم والفوسفورس عشان يكون الهيدروكسي ابيتيت، تمام، عشان يعمل فورميشن للبون ماتريكس، تمام. طب يبقى الفيتامين دي بيقوم كمينرال، يبقى نورماليزيشن ومينراليزيشن، وليه رول مع الفوسفيت انه برضو لو حصل هايبوفوسفاتيميا بيزود الري ابزوربشن اوف فوسفيت فروم ذا كيدني، بيزود الابزوربشن اوف فوسفيت فروم انتستين، ويزود الريزوربشن اوف فوسفورس فروم بون.
لو الفيتامين دي خلاص نورمال والدنيا اصبحت نورمال والليفل، يبدا يقل الاكشن اوف باراثايرويد على 1 الفا هيدروكسيليز، تمام، وفي نفس الوقت يتنشط انزيم تاني اسمه ال 24 الفا هيدروكسيليز. الانزيم ده يعمل ان اكتيفيشن للفيتامين دي، بيحول الواحد و25 هيدروكسي كوليكالسيفرول لواحد و24 و25 تراي هيدروكسي كوليكالسيفرول، ده ان اكتيف او بنقول هو less potent 10 times than فيتامين دي. وبعد كده يحصل له ايه؟ يحصل له تكسير ويحصل له اكسكريشن. المين مين بليس اوف اكسكريشن اوف فيتامين دي هو البايل. يبقى المين المكان الرئيسي اللي بيحصل اكسكريشن الفيتامين دي هو البايل سيستم، تمام. طيب في the main action of 1 and 25 dihydroxy cholecalciferol to stimulate absorption of calcium from intestine. ال 25 dihydroxy cholecalciferol بينديوس production of calcium binding protein هو الكالبندين، ده بيعمل sequestration of calcium، بيعمل high buffering ال high calcium limit concentrations that arise during initial absorption and allow calcium to be absorbed against high calcium جريديانت. ده هو الكالبندين اللي بيبقى فيتامين دي بيعمله ستيميوليشن فورميشن في الانتيروسايت، فيعمل مور سيكوستريشن، بيمسك في الكالسيوم فيعمل بافرنج. بافرنج بمعنى انه بيقلل بيعمل بافرنج للليفر بتاع الكالسيوم، تمام، فيزود الابزوربشن بتاعه من الانتستين اجينس الكونسنتريشن. المفروض ان انت ما دام في ليفل اوف كونسنتريشن على التو سايد، المفروض ان انت ما دام الجريدينت خلاص انت عديت الجريدينت المفروض مش هتقدر تسحب تاني، لكن الكالبندين بيساعدنا ان هنسحب اكبر كميه كالسيوم اجينس الجريدينت. بيعمل بروبر بون فورميشن، ده ستيميوليتد ب 25 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول. في عدم وجود الفيتامين دي بيبدا يحصل فورميشن اوف ماتريكس اللي هو الاستيويد وزود جود مينراليزيشن، تمام، اند جود كولاجين سينثيسيس. المفروض الفيتامين دي ده امبورتنت عشان انا اصنع اعمل المينراليزيشن بتاعي واصنع الهيدروكسي ابيتيت، وفي نفس الوقت مهم عشان اصنع الكولاجين. لو مش موجود يبقى الاوستيوبلاست هيطلع لي بروتين مش هيحصل له جود مينراليزيشن، تمام، ولا هيحصل جود فورميشن اوف ذا كونكتيف تيشو، وده يظهر صوته في الاطفال في صوره ما يسمى بالريكت، تمام، اللي هو لو فورميشن لو مينراليزيشن اوف بون، وفي حاله الكبار بنسميه الاوسيومايديشيا. الهرمون الثالث اللي ليه رول معانا وهو الكالسيتونين، والكالسيتونين ده هرمون سيكريتد فروم ذا بارافوليكولار او بنسميه كلير سيل اوف ثايرويد جلاند، تمام. الكالسيتونين بيطلع امتى؟ لما بيبقى فيه هايبر كالسيميا، فهو هايبوكالسيميك هرمون، هو هايبوكالسيميك هرمون. اول ما يحس الكالسيوم عالي يبدا يطلع الكالسيتونين عشان يعمل ديكريز الكالسيوم ليفل. طب انت ككالسيتونين، الكالسيتونين لما بيطلع، تمام، بيعمل كارول ان اكتيفيشن بيقلل الاكشن بتاع ال 1 الفا هيدروكسيليز وينشط ال 24 الفا هيدروكسيليز، تمام، وبالتالي يبدا يعمل ان اكتيفيشن للفيتامين دي، فهيقل الابزوربشن او هيقل ابزوربشن اوف ذا كالسيوم اند فوسفورس فروم كالسيوم اند فوسفورس فروم ذا كيدني، هيقلل الريزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفورس فروم بون، هيقلل الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفورس من الانتستين، وبالتالي هيقلل الكالسيوم ليفل، تمام. هو انتاجونست للباراثايرويد هرمون، تمام، هما الاثنين اللي يمكن يتواجدوا مع بعض. في وجود الهاي ليفل اوف كالسيتونين بيبقى الباراثايرويد بيبقى اللو ليفل، تمام. طيب هو الرابيد اكشن بتاعه انه بيشتغل يعمل انه يقلل الرابيد يقلل الريزوربشن اوف بون، تمام. دول الثري هرمونز اللي بيعملوا اكشن وبيسيطروا على الكالسيوم والفوسفورس هيموستيز ان بودي. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.